الآن سنجد الجذر التكعيبي للعدد ناقص 343، أو لنفكر بطريقة أخرى، ما العدد الذي نضربه بنفسه 3 مرات فنحصل على العدد ناقص 343؟ وهناك طريقة أخرى لرؤية هذا، أن العدد عبارة عن ناقص 343 للقوة ثلث، وأفضل طريقة لفعل هذا هي أن نحاول استخراج عوامله. لأول شيء يمكن فعله هو أن نحلل عوامل ناقص 343، وأول عامل يمكن استخراجه هو ناقص 1، وهو نفس الشيء لناقص 1 ضرب 343. والآن نفكر، هل يقبل القسمة على 2؟ لا. هل يقبل القسمة على 3؟ مجموع منازل العدد ليست من مضاعفات 3 حيث أنها تساوي 10، بالتالي لا يقبل القسمة على 3، وبالطبع لا يقبل القسمة على 4 لأنه عدد فردي، ولا على 5 لأنه لا ينتهي بخمسة أو صفر، كذلك لا يقبل القسمة على 6 لأنه لا يقبل القسمة على 2 أو 3. لنفحص الآن قابلية القسمة على 7. 343 تقسيم 7، 34 تقسيم 7 يساوي 4، 4 ضرب 7 28، 34 ناقص 28 يساوي 6، ننزل الثلاثة، 63 تقسيم 7 يساوي 9، إذا نجح هذا، 9 ضرب 7 يساوي 63 بلا باقي. إذا العدد عبارة عن 7 ضرب 49، الآن نعلم أن 7 ضرب 7 يساوي 49، إذا كيف يمكننا كتابة هذا؟ إنه يعادل أخذ الجذر التكعيبي، الجذر التكعيبي لناقص 1 ضرب 7 ضرب 7 ضرب 7، وهذا يساوي أخذ الجذر التكعيبي لناقص 1 ضرب الجذر التكعيبي لسبعة ضرب 7 ضرب 7. والآن ما هو الجذر التكعيبي لناقص 1؟ حسنا، عندما نضرب ناقص 1 بنفسها 3 مرات يكون الناتج ناقص 1، إذن الجذر التكعيبي هو ناقص 1، ويمكن أن نتحقق ناقص 1 ضرب ناقص 1 ضرب ناقص 1 يساوي ناقص 1، هذا ناتجها 1 مضروبة مرة أخرى بناقص 1 فنحصل على ناقص 1، إذن ناقص 1. ومن ثم لدينا الجذر التكعيبي ل 7 ضرب 7 ضرب 7 وهو 7، فالسبعة مضروبة بنفسها 3 مرات فتكون كالتالي، 7 ضرب 7 ضرب 7 أي 343، إذن ناقص 1 ضرب 7 يساوي ناقص 7، إذن الإجابة تكون ناقص 7، وهكذا انتهينا من حل المسألة.